Ce partenariat a permis à Meknès de fondation. Aïcha produit et organise en partenariat avec l'Institut français de Meknès. Je vais vous parler de la place du patrimoine dans le film d'animation. Tout le travail que l'on fait sur la médiation culturelle et l'accompagnement. الجديد هو مهرجان يتجدد اولا من خلال برمجه بحيث انه كل سنه نحاول نقدم جديد من خلال تجارب عالميه مثلا افلام من فرنسا من البرتغال من البرازيل الى اخره. بغينا ان المتفرج ديال مدينه مكناس المتفرج الناشئ ولا المتفرج الكبير يشوف افلام عالميه ويشوفها خصوصا في قاعه ديال السينما. الفكره هي هذه، فكره انه نقدم اولا وقبل كل شيء فرجه سينمائيه، لان السينما التحريك هي اولا وقبل كل شيء فرجه. عندنا اسماء عالميه وزينه كنستقطبوها كل سنة الحمد لله لمدينة مكناس، وأن أيضا واحد دورات تكوينية للشباب المغاربة، والدورات حاولنا نطوروا هذه السنة هذه بحيث أنها تواكب واحد الحركية وطنية حاليا، بحيث كاين استوديوهات وطنية حاليا اللي كتشتغل على سلسلة سينما تحريك القناتين العموميتين المغربيتين. كاين مثلا هشام العسري، كاين صوفيا الخياري، كاين واحد الشابة من الكوثر من المعهد ديال الفنون الجميلة مدينة الضيروة، كاين مشاركة وكاين مشاركة خص مشاركه مزيانه، حيت اولا قبل ما يكونوا مشاركه يعني زوينه. اللي هشام العسري اسم سينمائي مغربي غيقدم فيلم حتى هو كان داز من لجنه الانتقاء، والفيلم لجنه الانتقاء خدات الفيلم ديالو. لا كاينه مشاركه، وكاين ايضا كما قلنا قبيله كاينه صوفيا الخياري اللي هي كاين واحد المعرض على شهرين اللي غيتحدث على التجربه ديال هذه المخرجه المغربيه الشابه. كاين اهتمام حقيقي كيبان من خلال انه كاين دابا مال عمومي اللي كيمشي لهذه الاستوديوهات المغربيه باش يكون عندنا حنا سينما تحريك وطنيه فيها تيمات مغربيه، فيها التاريخ ديال البلاد، فيها شخصيات وطنيه. مثلا كاين واحد مثلا القناه الثانيه كاين كتشتغل استوديوهات ديال ارت كوستيك على توريا الشاوي، دونك كاين شغل حقيقي. سميتو القناه الاولى غادي تقدم سلسله عندها ارتباط بالموروث، دونك كاين راه كاينه الخدمه غير خصنا نهضروا عليها. C'est plus de 50 projections, plus de 200 étudiants formés, plus de 7500 écoliers dans le cadre d'une sortie scolaire.